الحمد لله معناتها مقابلة كانت ممتازة من زوج فرق. ما تجمش تطلب من اللاعبين يلعبوا الماضي ساعة ونص في رمضان صايمين باش يعطيهم ردود أكثر من هكا. الشوط الأول كنا منظمين دفاعيا، كنا البلوك نتاعنا قريب لبعض، مع الهجمة السريعة قلقنا بها الترجي، جانا زوج ولا ثلاثة فرص اللي كنا نسجلوا. الشوط الثاني خذا الترجي بزمام الأمور، وفي لي مومون فور نتاعو سجل الحمد لله. في آخر لقاء رجعنا وسجلنا هدف تعادل اللي يظهر لي نتيجة عادلة بحكم مردود الصفيرة. تعرف اللي لعبنا زوج مقابلات في رمضان في الليل، وتعرف معناتها النسق باش تحضر لقاءات في العشرة نتاع الليل، تبدا في النهار راقد وتبدا فايق في الليل وفاطر معناتها. العكس اليوم معناتها الحقيقة النسق باش تبدل النسق بعد 17 يوم تحضر لقاءات في العشرة نتاع الليل بعد تلعب ماضي ساعة ونص، كانت حاجة صعيبة وقلقت أكثر اللاعبين في النوم معناتها، أكثر اللاعبين تعبوا في النوم اللي خلى ما ينجموش يكملوا اللقاء. بالعكس كان أمور قرينا لها حسابها، نعرفوا شكون لعب في السعودية أربع أيام التالي، عطينا طونجول كل ملاعب اللي يجم يقوم به، والحمد لله ما احنا مستير قلنا معناتها نعملوا أكثر على المجموعة. أنا مجموعة نتاع 22 لاعب، كل لاعب يدخل الميدان لازم يعطي مردود باش يكون في المجموعة هذه. وكل تجربة لازم بداية معناتها، البداية كانت يظهر لي في زوز مواسم الفارطة معناتها كان انسحاب ضد الرجاء يظهر لي في كأس الكونفدرالية. أثناء المقابلة الأولى الثانية مع الأهلي زاد الملاعبية تكتسب التجربة وتولي تتكون هذيك الشخصية، والحقيقة عنا مجموعة اللي متقاربة لبعضها ومتجانسين معناتها وقاعدين يخدموا مليح في التمارين، هذاك اللي سهل المقابلات. كما قلت لك الخبرة باش تكتسب خبرة لازم بداية ويزم تطبق أكثر في الميدان، هذا اللي نحاولوا باش نخدموا عليه ويوصل للاعبين. برشا مرات معناتها حتى في الصحافة ما زاد فما هدف اللي ما بين بعضنا سواء ستاف تكنيك ولا هيئة مديرة ولا اللاعبين، اللي كل مقابلة ندخلوا باش نيغوسيو لي بوان تاعها معناتها نحاولوا باش ناخذوا الماكسيموم فيهم. كما في كأس الكاف بدينا من مقابلة لمقابلة لقينا رواحنا متأهلين، وتعرف الكرة الفريق اللي يتعب ويعمل مجهود ويقدم مستوى طيب راهي النتيجة تتبع، هذا اللي نخدم عليه. اليوم معناتها عنا لعبنا مقابل الترجي فريق كبير اللي مترشح للدور الربع النهائي، بالمناسبة هذه نتمناو له التوفيق. الأولاد قدموا مردود ممتاز اللي خلاهم يروحوا حابين على ثلاثة نقاط، جات نقطة مع فريق كبير كما قلت لك ما تنجم تكون كان الكونتور ديما يماركي ونحضروا المقابلات الأخرى في أجواء طيبة. لازم يزيدوا شيء الصحافة معناتها، ومارو بالعكس كان مع المنتخب نتاعو ديجا مقابلة الجزائر كان على البنك الاحتياط، عندنا إطار طبي كف في الاتحاد المونستيري لعبت كل تخدم على روحها في معناتها في الموقع نتاعها، وأنا ما نجمش نحكي على حكاية معناتها ماهيش فنية. تكره قبل أربع أيام كان على البنك الاحتياط في مقابلته النيجر والجزائر، معناتها كان يتدرب مع المنتخب نتاعهم في ظروف طيبة. نحترم رايك وبالعكس معناتها حاجه ايجابيه نجمو نشوفوها بعين ايجابيه، ان شاء الله هي التجربه ونتحسنوا معناتها. بالعكس ملاحظه نجمو كان ناخذوها بعين الاعتبار، وان شاء الله نكونوا خير في المقابلات القادمه على البنك الاحتياط. كل ترحاب راهو لا كل ترحاب يمكن ما قلت لك رمضان راهو اما ما تسالش معناتها، بالعكس حاجه ايجابيه اللي كيما قلت لك نتعلموا منها ونحاولوا نصلحوها في المقابلات القادمه.